فكرة إنك ممكن متبقيش معانا دي صعبة عليا أوي، يمكن عشان كده كنت بجري أي حاجة ممكن تخليها حقيقة. على فكرة أنا عمري ما اتكلمت على تعبك مع أي حد، مكنتش برضه كنت ببقى أعيط لو اتكلم، أنا ما بعرفش أعيط. زعلان أوي من نفسي يا ماما، متضايق إنك لما احتجتيني أبقى جنبك ما لقيتنيش موجود زي ما انت على طول موجود. طول عمري متعود ان انت اللي بتحل لي المشاكل، ما خدتش بالي ان وقتك هو المفروض اشيل معاك.